مركز العاشر جوائز نقدية. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط القادمة. مباشرة نسير مع مقدمة هذا الشوط شقرة في مصدق صدرت هذا الشوط شقرة لهجن الرئاسة بقيادة المضمر عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. المركز الثاني هنا شقرة لهجن الشيحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. وفي المركز الثالث شعاع لهجن الرئاسة بقيادة المضمر مبارك بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. وفي المركز الرابع الذيبة لسمو الشيخ سلطان بن زايد النهيان بقيادة المضمر أحمد بن خلفان بالصايغ المزروعي. وفي المركز الخامس عسيلة في المركز الخامس لهجن الشيحانية بقيادة المضمر سلطان بن محمد الوهيبي. وفي المركز السادس هملولة لهجن الرئاسة بقيادة المضمر علي بن جميل الوهيبي. وفي المركز السابع ناخذ اللي في المركز السابع وفي المركز السابع شديدة لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز الثامن تغير إلى المركز السابع في هذه اللحظات هملولة لسمو الشيخ دياب بن محمد بن زايد الهيان بقيادة المضمر محفوظ بن خميس الينيبي. وفي المركز التاسع ولا لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز العاشر سرابة. في المركز العاشر اللي سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر محمد بن سعيد بن حلوة الاجتبي. يلا يا ابو سعيد نبي نقول حلوة يا بن حلوة عند خط النهاية. هذا اول نداء للمراكز العشرة الاوائل. نرجع الى المقدمة الى شعار الحمر مر وعبر كل خطر. ها هو شعار هجن الرئاسة على مقدمة هذا الشوط بقيادة هملولة لهجن الرئاسة بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي دافع بهملولة على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني شقرة في المركز الثاني لهجن الرئاسة بقيادة المضمر البارع عيسى بن أحمد بن مطر بن مايد الخيالي مضمر سمحة الذي حظت على سيف أمير بلاد قطر وذهبت بالسيف إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. نفس الشعار نفس المضمر هنا مع شقرة في المركز الثاني مع الشعار الحمر مر عبر كل خطر. ننتقل إلى المركز الثالث وفي المركز الثالث شقرة لهجن الشيحانية بقيادة المضمر عملاق المضمرين سلطان بن محمد الوهيبي. يا سلام يا سلام الزعيم العيناوي خادم مع هملولة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد النهيان بقيادة زعيم المضمرين محفوظ بن خميس الينيبي. ننتقل إلى المركز الخامس وفي المركز الخامس شعاع وبدت شعاع تشع تحت أشعة الشمس في المركز الخامس لهجن الرئاسة بقيادة المضمر مبارك بن أحمد بن مطر بن مايد الخيلي. وفي المركز السادس وله واصلة لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز السادس هنا اللي في المركز السادس في هذه اللحظات شهرة لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. نرجع الى المقدمة 1200 متر تخلصنا منهن لوحة الاعلان نغترم من لوحة الكيلومتر الاخير بقيادة هملولة. ها هي هملولة تشاهدونها على شاشة التلفزيون ترقص وتندفع الى المقدمة. ها هي هملولة لهجن الرئاسة بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي مع هملولة ومع الشعار الحمر مر عبر كل خطر على ظهر هملولة. يا سلام يا هملولة على هذا الأداء المتميز الأداء التلقائي تلعب وترقص على أرضية ميدانها لهجن الرئاسة بقيادة المضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي. دير بالك يا الظافر الجماعة قادمين. يا سلام أرى هجن الشيحانية على ظهر على
ظهر نشوف على ظهر الوجبة مع المضمر الذهبي سالم بن فوران المري. لكن هملولة قفلت على الشوط. يا سلام يا هملولة، يا سلام يا هجن الرياسة، سلام عليك يا هجن الرياسة على هذا الأداء المتميز الذي تقدمينه هنا في الدولة وخارج الدولة. تهانينا إلى المقام السامي، تهانينا إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على فوز هجن الرياسة، مصحوبة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والمشرف العام سمو الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان. تهانينا. المركز الثاني لهجن العاصمة، وفي المركز الثالث ولا لهجن العاصمة، وفي المركز الرابع لهجن الشحانية، وفي المركز الخامس أيضا لهجن الشحانية. هذه النتيجة. شاهدت ويانا أيها الحفل الكريم مشاهدين الكرام وتابعت هذا الشوط، شوط المهجنات، وكان من نصيب هملولة صاحبة المركز الأول، صاحبة الشعار الحمر، شعار هجن الرياسة، مر وعبر كل خطر على مقدمة هذا الشوط مع هملولة. 7:24، 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا أيضا للمضمر الظافر علي بن جميل الوهيبي والذي وصلت في المركز الثاني. السايحة، هاي السايحة، 7:25، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصمة، تهانينا للمضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، وله في المركز الثالث 7:26، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصمة، تهانينا أيضا للمضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير الاجتبي. تهانينا للجميع الذي فازوا في المراكز العشر الأوائل، والآن الميكروفون يذهب إلى الزميل سالم بن علي.